احد الفلاحين عنده خطه تسويقيه 1000 دونم، والثاني عنده 3000 دونم، والثالث عنده كذا دونم، خطه تسويقيه ذهبت هاي الحنطه لمن دخلت؟ دخلت الى وزاره التجاره، لان الطو قطعت زراعه وذهب. نذهب انا وياك الى الاراضي هاي اللي ذكرناها والمساحات، لا يوجد زراعه في هذه المساحات صفحة. ما موجوده. زين هسه تقول لي مو مش احتمال الارض يعني انكربت بالماكينه او كذا، الحنطه بها ماده سم الجل يبقى هذا، هذه ما تذهب لمده سنه ما تروح من الارض، مو بشهر. نذهب الان الى هذه الحقول واثبت لك ان هذه الحنطه، واتمنى ان يكون هناك فريق مشكل لهذا الموضوع، ما موجوده. زين هاي الحنطه شلون دخلت لها؟